بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس النحو والصرف للمستوى الثالث المسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الأول، وعنوان درسنا هو الجر بحرف الجر. سنتعلم إن شاء الله أن نتذكر ونتعرف على حروف الجر في اللغة العربية، كذلك أن نبين علامة إعراب الاسم المجرور، وأن نتعرف على أنواع الاسم المجرور، وكذلك نستطيع أن نأتي بجمل مفيدة تشتمل على حرف جر، وكذلك نوظف ذلك في التعبير الكتابي والشفهي. نبدأ على بركة الله. أمامك الآن مجموعة من الأمثلة. عثر العامل فراغ الصخور. عثر العامل فراغ الصخور. ما رأيكم؟ ما الحرف المناسب هنا؟ هل نأتي بمن، على، إلى، في؟ ما رأيكم؟ نقول أحسنتم، عثر العامل على الصخور. عثر العامل على الصخور. في الجملة الثانية، النفط موجود فراغ العالم. النفط موجود فراغ العالم. ما الحرف المناسب هنا؟ ما الحرف المناسب هنا؟ نستخدم ماذا؟ نأتي بمن؟ النفط موجود في العالم. أتينا بحرف الجر هنا في. توجه الباحث فراغ المدينتين. ماذا هنا؟ ما الحرف المناسب هنا؟ نقول توجه الباحث إلى المدينتين. كتبت فراغ القلم. ما الكلمة أو ما الحرف المناسب هنا؟ هل نستخدم على أم في أم إلى أم حرف آخر؟ ما رأيكم؟ كتبت بالقلم. كتبت بالقلم. تذكروا هنا على وفي وإلى والباء. هذه ماذا تسمى؟ الحروف التي أكملت الفراغ في الجمل السابقة نسميها ماذا؟ هي حروف جر. هي حروف الجر. لعلنا نتذكر، دعونا نتذكر بعضا من حروف الجر. ما رأيكم؟ ذكرونا ببعض حروف الجر. مر بنا حرف الجر إلى، مر بنا حرف الجر في والباء، وأيضا هنا إلى ورب والكاف ومن والباء وفي وحتى وعن وتاء القسم وواو القسم إلى آخر ذلك. كل حرف من هذه الحروف له استخدام خاص به. فهنا سافرت إلى مكة. إلى تفيد ماذا هنا؟ انتهاء الغاية في المكان، فهنا ينتهي سفري إلى مكة. رب تفيد التقليل والتكثير. الكاف تفيد التشبيه. من تفيد ماذا؟ التبعيض، وتفيد السببية والابتداء. فمثال الابتداء نقول سافرت من الرياض، قرأت من أول صفحة. فهنا من أين بدأت القراءة؟ من أول صفحة. وهكذا الباء لها معاني كثيرة، منها الاستعانة، سافرت بالطائرة، كتبت بالقلم، وأيضا السببية، عوقب المجرم بجريرته. في تفيد الظرفية المكانية، محمد في البيت، أين مكانه؟ في البيت. حتى انتهاء الغاية، يموت الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، بالزيادة والنقص. عن تفيد المجاوزة، والقسم هنا للتاء والواو وهكذا. نريد أن نستخرج حروف الجر. سؤال سهل جدا، أكتب لك هذه الرسالة، أين حرف الجر في هذه المثال؟ أكتب لك هذه الرسالة، أين حرف الجر؟ اللام. صحيح، حرف الجر هو اللام. أحسنتم.
أبدأ حديثي بالسلام. أين حرف الجر هنا؟ واضح أمامكم الباء، أحسنتم. ذهبت إلى المكتبة، ذهبت إلى المكتبة، حرف الجر هنا إلى. احذر من الخطأ، احذر من الخطأ، نقول ماذا؟ من، حرف الجر من. الاسم الواقع بعد حرف الجر هل هو اسم مرفوع أم اسم منصوب أم اسم مجرور؟ نقول أن حروف الجر هل تدخل على الاسم أم الفعل؟ نعم تدخل على الاسم، إذن هو اسم. هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ طبعا هي اسمها حروف الجر، حرف الجر، إذن سيكون ماذا؟ الإجابة هي أن ما بعدها يكون ماذا؟ اسما مجرورا، أن ما بعدها يكون اسما مجرورا. هذا الاسم المجرور الذي يأتي بعد حرف الجر ما نوعه؟ سافرت بالطائرة واشتقت إليك. الآن هنا ما الفرق بين أين الاسم المجرور هنا؟ الطائرة، الطائرة هنا، وحرف الجر هو الباء. اشتقت إليك، أين حرف الجر؟ هو إلى، حرف الجر إلى، والمجرور هو الكاف، والمجرور هو الكاف، اشتقت إليك الكاف. هنا الطائرة نسميها ماذا هنا؟ اسم. هل هو اسم ظاهر أمامنا أم مستتر أم ماذا؟ وإليك ما نوع الضمير هنا؟ هل هو ضمير منفصل أم ضمير متصل أم ضمير مستتر؟ الإجابة ما هي؟ ما رأيكم؟ الطائرة نقول هنا اسم ظاهر، واشتقت إليك الكاف هنا ضمير متصل، ضمير متصل. إذن سافرت بالطائرة، من يعطيني مثالا يكون المجرور فيه اسما ظاهرا؟ ما رأيكم؟ نقول ذهبت إلى المدرسة، إلى المدرسة، فما بعد حرف الجر هو المدرسة، إذن هو اسم ظاهر. أريد ضمير متصل، ضمير متصل، نقول ماذا؟ اتصلت بك، اتصلت بك، الكاف هنا ضمير متصل. إذن نوع الاسم المجرور هو اسم ظاهر وضمير متصل. نأخذ مثالا أو تدريبا على ذلك، نريد أن نستخرج الاسم المجرور ونبين نوعه. أكتب لك هذه الرسالة، الاسم المجرور هنا ماذا؟ أين هو؟ أكتب لك هذه الرسالة، وماذا؟ الكاف، كاف الخطاب، كاف الخطاب، ما نوعه؟ هل هو اسم ظاهر أم ضمير متصل؟ أحسنتم، ضمير متصل. حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة، ما أين الاسم المجرور هنا؟ الصلاة، الاسم المجرور هو الصلاة، ما نوعه؟ لن أعطيكم خيارات، أجيب مباشرة، نقول نوعه ماذا؟ أحسنتم، اسم ظاهر. انظر إلى الباب، الاسم المجرور هو ماذا؟ الباب، ما نوع الباب هنا؟ هل هو ضمير أم اسم ظاهر؟ نقول ماذا؟ اسم ظاهر. يجب الاهتمام به، يجب الاهتمام به، أين حرف الجر هنا؟ الباء، أحسنتم، الباء، أين الاسم أو الذي وقع بعد الباء هنا؟ هو ماذا؟ هاء الغائب، هاء الغيبة. الهاء هنا هل هي اسم ظاهر أم ضمير متصل؟ نقول ماذا؟ ضمير متصل، أحسنتم. إذن قبل أن ننتقل إلى شريحة أخرى، نقول أن الاسم المجرور الذي يقع بعد حرف الجر إما أن يكون اسما ظاهرا أو
ضميرا متصلا، وأخذنا أمثلة على ذلك. هنا الاسم المجرور له علامات أو علامات الجر، فهنا لدي علامتان. الأولى إذا كان الاسم مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. الاسم المفرد نقول سلمت على محمد وذهبت إلى المدرسة وكتبت بالقلم. جمع مؤنث سالم نقول ماذا؟ ومثاله تعرفت الأستاذة على الطالبات. تعرفت الأستاذة على الطالبات. رسمت في كراسات جديدة، كراسات. جمع التكسير ومثاله ماذا نقول؟ سلمت على الرجال، سلمت على الطلاب. إذن هنا ما علامة جر الاسم المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير؟ ماذا نقول؟ الكسرة، صحيح الكسرة. أما إذا كان الاسم مثنى أم جمع مذكر سالم أم من الأسماء الخمسة، فمثاله مثنى نقول ماذا؟ كتبت بالقلمين والطالبين، سلمت على الطالبين. جمع مذكر سالم نقول سلمت على المعلمين ونظرت إلى المهندسين. الأسماء الخمسة تعرفت على أخيك وسلمت على أبيك. إذن ما العلامة هنا؟ علامة الجر نقول هنا الكسرة والياء. متى تكون علامة الجر الكسرة؟ إذا كان الاسم مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، وضربنا أمثلة على ذلك. أما علامة الجر الياء فإذا كان الاسم مثنى وجمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة. استخرج الاسم المجرور وبين علامة جره في كل مثال من الآتي. قرأت عن الفاروق، الاسم المجرور هنا الفاروق. الآن نريد أن نتعرف أو نحدد علامة الجر. لدي علامة الكسرة أو الياء. الكسرة إذا كان الاسم مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، والياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم أو اسم من الأسماء الخمسة. ما رأيكم الآن؟ الفاروق من أي الأنواع؟ مفرد، صحيح، والمفرد هنا علامة جره الكسرة. سلمت على الرجلين، الرجلين مثنى، هنا الرجلين مثنى. ما علامة الجر؟ الياء، صحيح، لأنه مثنى. ذهب الناس إلى العلماء، العلماء جمع تكسير. نقول ماذا؟ جمع تكسير يجر ماذا؟ بالكسرة، يجر بالكسرة بشرط أن لا يكون من صيغ منتهى الجموع أو ممنوع من الصرف. نظرت إلى ذي العلم، نظرت إلى ذي العلم. ذو وذا وذي من الأسماء الخمسة. ما علامة الجر هنا؟ نقول الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أريد أن أنبه هنا في المفرد وجمع التكسير علامة جره الكسرة بشرط أن لا يكون ممنوعا من الصرف. نختم بتدريبات عامة فنقول يساعد الحاسب الآلي على التعلم. هنا أين حرف الجر؟ على الاسم الذي بعده التعلم. ما علامة جره؟ الواو أم الفتحة أم الياء أم الكسرة؟ هنا التعلم اسم مفرد فنقول علامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة. نريد أن نصحح الخطأ في الجمل التالية
تعرفت على صديقان. أولا حرف الجر على والاسم الذي بعده صديقان. صديقان هذا مثنى، من يذكرني؟ علامة جر المثنى الياء. صحيح، أحسنتم، المثنى يجر بالياء. إذن الصواب هنا نقول تعرفت على الصديقين، تعرفت على الصديقين أو صديقين. رب عابدا جاهل، رب عابدا جاهل. الآن هنا أين حرف الجر؟ رب، والاسم والحرف الجر هنا يجر الاسم الذي بعده. عابدا هنا هل هي مجرورة؟ عابدا، لاحظوا تنوين نصب بالفتح. إذن الصواب نقول رب عابد، رب عابد جاهل، رب عابد جاهل. المكافأة خصصت للمتفوقون، حتى في النطق تجدها صعبة. المكافأة خصصت للمتفوقون، أين حرف الجر هنا؟ اللام، حرف الجر اللام، والاسم المجرور متفوقون. ما نوعه؟ جمع مذكر سالم. طيب جمع المذكر السالم، ما علامة جره؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن الصواب هنا المكافأة خصصت للمتفوقين، مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن تعلمنا اليوم حروف الجر وذكرنا بعضا منها، وأيضا بينا نوع الاسم الذي يأتي بعده، وقلنا إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا، وأتينا بأمثلة على ذلك. كذلك بينا علامات الجر وهي الكسرة إذا كان الاسم مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، ويستثنى من ذلك الممنوع من الصرف، والعلامة الأخرى وهي الياء، وإذا كان متى؟ إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم أو اسما من الأسماء الخمسة. أشكر لكم حسن استماعكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.